إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبائي في الله، فمع تبويب جديد من تبويبات الإمام البخاري نعيش في هذا الصباح أو في هذه الأمسية بمشيئة الله عز وجل، وهو باب من قاتل دون ماله. أسمعنا يا أبا عبد الرحمن. باب من قاتل دون ماله. حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. نعم، إذن بداية، من قاتل دونه، ما المقصود بدون؟ بسبب ماله. ما معنى بسبب ماله؟ بسبب، نعم، بسبب الدفاع عن أخذ ماله، ولكن لابد أيضا من تقدير شيء، بسبب الدفاع عن أخذ ماله إيش؟ ظلمة، ظلمة. إذن الكلام عن المظلوم، وليس فقط من قاتل دون ماله. فبعض الناس قد يقع في القتال ولا يكون هناك ظلم، ويكون هذا بسبب ماله. مثال، من يستطيع أن يذكر لنا مثالا؟ تحدث مشاجرة أو مقاتلة بسبب ماله وليس فيها ظلم. واحد واحد شخص يريد أن يسترجع الدين الذي دينه لشخص. نعم، إذن هذه أشهر صورة، شخص يريد أن يحصل ماله الذي داينه لأحدهم، وهذا الشخص في عسر، في ضيق، فإذا به يحدث بينهما مشادة وكلام وشدة واتهامات، حتى قد تصل إلى المضاربات، حتى قد تصل إلى القتل. فهذا ليس له صلة بالحديث، يقول من مات دون ماله فهو شهيد. هذا بالعكس، عصى الله بماله، لأن الله عز وجل يقول: فنظرة إلى ميسرة، وقال لك عن الأفضل وأن تصدقوا خير لكم. يعني تصل إلى مرحلة أنت تجزم أن هذا الفقير لا يستطيع السداد فتسامحه، لا تريد أن تسامح لك أن تنظره، تؤجل. أما المقاتلة في هذه الصورة فلا صلة لها بالحديث، لا من قريب ولا من بعيد. إذن هذه صورة واضحة. طيب، الآن ننتقل إلى صورة أن الشخص يقاتل دون ماله، يدافع عن أخذ ماله ظلما. فمن يعطينا صورة من ذلك؟ نعم، هذا أشهر مثال، وهو سارق دخل بيتك يريد أن يسرق مالك، فقاتلته ومنعته من أخذ مالك، فقاتلك فقتلته، فقتلت، فإن قتلت فأنت شهيد، فإن قتل فعلى الراجح لا دية عليك. إذن هذه الصورة، لأنه يريد أن يأخذ منك مالا ظلما. إذن هذه صورة. صورة أخرى، قطاع الطريق، نفس الشيء فيما يتعلق بالسرقة. مثال واضح جدا، عندما يقوم اليهود بأخذ أموال المسلمين ويعتدوا على ديارهم وأموالهم
ويخرجونهم من ديارهم وأموالهم. فهذا المسلم له حق في هذه الأرض وله حق في هذا المال، ومع ذلك اعتدوا عليه فقاتلوه، فقاتلهم فمات فهو شهيد، فإن قتلهم فهم بإذن الله، نسأل الله أن يجحمهم. فبالتالي إخواني في الله، هذا مثال عملي تطبيقي، وهو ما يفعله المسلمون من دفاعهم عن أرضهم وأموالهم تجاه اليهود الملاعين الذين يفسدون في الأرض ويقتلون ويسرقون وينهبون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن يكفينا هاتين الصورتين، يكفينا ذكر هاتين الصورتين، والصورة الأولى التي ليس بها ظلم ذكرنا صورة. نريد أن نتعلم، نتفقه، نربط الأحاديث بالواقع حتى يصبح فقهنا معلوما لا نظرية، نريد أن يكون شيء معلوم على أرض الواقع. وهذا مما يغفل عنه كثير من المدرسين، يذكر أمثلة ليست بواقعية، وكثير من الفتاوى التي تصدر في هذا الزمان فيها خلل، لا من هذا العالم، هذا عالم فقيه عنده قواعد وأصول، لكنه عنده مشكلة في فهم الواقع. والسبب التنزيل وعدم وضوح الصورة له، وعدم وجود من يشرح له تفصيلا. فتنبهوا إخواني في الله إلى هذه الصور الثلاثة. طيب إذا ماذا يصبح معنى هذا التبويب؟ تفضل. يعني أجر، وفي نفس الوقت لا، في شيء آخر، لأنه فيها مسائل خلافية كثيرة في المسألة. هل القتل للمدبر؟ هل القتل للمقبل؟ إذن سوف نضطر أن نقول هذا باب في بيان حكم من قاتل دون ماله ظلما. طيب، فالجواب أنه شهيد بإذن الله. طيب نسمع حديث الباب. قرأنا، عفوا، من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ تفضل. عبد الله بن يزيد المكي أبو عبد الرحمن المقرئ، أصله من البصرة أو الأهواز، ثقة فاضل، أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة. انظر، أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة، ثبات على العلم، ثبات على التدريس. ما في كما نسمع من بعض الإخوة الذين صار عندهم شيء من العلم، فإذا بهم يدرسون فينقطعوا، ثم يرجعوا فينقطعوا، ثم يرجعوا فينقطعوا. ما هكذا، يبدأ بكتاب لا يتمه، يبدأ بمنهج لا يستمر فيه، لا ينفع. من بدأ بشيء أتمه. فهذا كم سنة يدرس القرآن؟ 74 سنة. يا جماعة، العمر يمر والأيام تنقضي. يعني الآن لو أننا عطلنا الدرس مثلا، اعتذرنا لأي سبب من الأسباب، سوف ترى أنه بين المغرب والعشاء وقت قصير وانتهى من غير استثمار لشيء يذكر. فبالتالي لا، نحن لمصلحتنا أن نثبت على العلم، على العلم. وهذا يحتاج مني إلى تحضير. لو أنا اعتذرت ربما أتكاسل عن التحضير، لكن أنا جئت لابد أن أحضر، ولابد أن أكرم بالبقاء بين المغرب والعشاء في المسجد. طاعة تقود إلى طاعة. إذن نرجع، إذن هذا مدرسة، أنه مكث أكثر من 70 سنة يدرس القرآن. أسأل الله أن نكون من الثابتين على العلم. نعم، أيوة. سنة 13 و200، وهو من كبار شيوخ البخاري، وقد قارب 100، عاش ما يقارب 100. يعني بدأ بالتدريس
نعم ما يقارب سن 30 ثبت على التدريس إلى 100، ورحمة الله على شيخي وأستاذي سعيد العنبتاوي الذي درست عنده في آخر مرحلة أحكام التلاوة، فبعدما درست عند مشايخي هنا وهناك فقالوا لابد أن تختم عند الشيخ سعيد العنبتاوي رحمه الله، فذهبت إليه ضمن قصة طويلة ودرست عنده شيئا من أحكام التلاوة وقرأت عنده حتى قال لي الآن يمكنك أن تتحول إلى قراءة أخرى، قراءة ورش. لكن الذي السبب في ذكرنا هذا الأمر أني عندما زرته كان قد أصابه السكري وفقد عينيه، ومع ذلك بقي في اليوم الواحد عنده في اليوم الواحد عنده 5 دروس لكتاب الله، ثم أصابه السكري أكثر فقطعت وبترت رجله، فعندما ذهبت إليه فإذا به قد فقد عينيه البصر وبترت رجله وهو جالس يدرس درس في الصباح للنساء والفتيات والأمهات والأخوات، درس بعد الظهر لكبار السن فقط محصور بكبار السن، درس بعد العصر في القراءات في التخصص ليس في حفص عن عاصم في القراءات، وهكذا درس بعد المغرب في حفص عن عاصم، درس بعد 5 دروس في اليوم الواحد وربما تقل أحيانا، وبقي على ذلك حتى مات رحمه الله. فإذا يا جماعة هذا الذي ينفع، هذا الذي ينفع كبار السن إذا لم يكن عنده علم يتثاقل الناس من مجالسته، بل نرى إعلانات هنا وهناك مطلوب من يجالس كبار السن فقط لأن أولادهم لم يعودوا يطيقون مجالستهم ولا أن يطيقوا خدمتهم، فهذا لا علم ولا فهم، عندما كبر أصبح يهذي ويتكلم بكلام لا وزن له، فأصبح أبناؤه وأولاده وبناته متثاقلون أو متثاقلين منه حتى يريدوا ممرضا أو مجالسا، ويقول لا حتى رأيت أحدهم يصرح الحمد لله ما قصرت مع أبوي حطيت له ممرض، وانت والله اني بطلت عليه كل اسبوع، ولا حول ولا قوة الا بالله. شيخنا الألباني رحمة الله عليه كما حدثني شيخي وأستاذي على الحلبي رحمة الله على الجميع قال اتصل نفر من الإخوة من دولة إسلامية بعلي الحلبي أي بشيخي وأستاذي علي الحلبي، وقالوا له نريد أن نلقى الشيخ الألباني بأي صورة كانت ونحن على قيد الحياة وهو على قيد الحياة، نريد أن نلقاه ولو لدقائق نكحل أعيننا برؤيته. فقال ماذا تريد؟ قال سنأتي من بلادنا بالطائرة فنزوركم في الأردن في الموعد الذي تحددونه أنتم، ثم نذهب إلى الشيخ ونزوره 5 دقائق فقط ثم نغادر، وربما في نفس الليلة إذا كان هناك حجز نرجع إلى ديارنا. فقال لي شيخي وأستاذي علي الحلبي فعرضت ذلك على شيخنا الألباني فقال أما هؤلاء فلا نستطيع أن نردهم، يعني صحيح وقتي صعب وضيق لكن مثل هذا الشيء لا نستطيع ماذا أن نرده. فجاءوا من ديارهم بالطائرة ونزلوا إلى الأردن وذهبوا في الموعد الذي حدده الشيخ الألباني
ثم ذهبوا وزاروا الألباني لدقائق خمسة، ثم بعد ذلك غادروا، وربما في نفس الليلة رجعوا إلى بلادهم. حرص على لقي العلماء، مع أنه كان في الثمانين، شيخنا الألباني كان في ذاك الوقت قد تجاوز الثمانين ويحرصون على مجالسته، بينما من تجاوز الثمانين من عامة الناس أولاده لا يطيقون مجالسته، لا يطيقون مجالسته، ويبحثون عن ممرض ليجالسه، ويبحثون عن ممرضة ومجالسة ولتجالس أمهم. أرأيتم فضل العلم؟ على كل حال تعبت، هذا فقط لم تكن بالبال عندما ذكرنا أنه مكث 70 سنة وهو يدرس الناس. ننتقل إلى سعيد. سعيد هو ابن أبي أيوب الخزاعي مولاهم المصري أبو يحيى بن مقلاس، ثقة ثبت، مات سنة 61 و100 وله 61. أبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزة الأسدي المدني، يتيم عروة، مات سنة 34 و100. طبعا لما هو يتيم عروة؟ يعني ما معنى لما يقال عنه يتيم عروة؟ فكروا به. وأكمل. عكرمة. عكرمة أبو عبد الله مولى بن عباس، أصله بربري، ثقة ثبت، عالم بالتفسير، مات سنة 400. عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سعيد بن سعد بن سهم السهمي، أبو محمد أو أبو عبد الرحمن، أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العباد للفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف. نعم، ليالي الحرة. ما هي ليالي الحرة هذه؟ هذه فتنة عظيمة حدثت بين المسلمين سنة 63 للهجرة، فحصلت مقتل بين المسلمين، الطرف الأول الأمويون ويزيد بن معاوية، والطرف الثاني أهل المدينة، وحصلت مقتلة وسفك للدماء بين المسلمين. أرأيتم؟ من أعظم الفتن الفساد التصوري الذي يسبب التلاحم والحرب بين المسلمين. طيب نرجع، لما قالوا هو يتيم عروة؟ لما قال؟ لأن أباه أوصى به إلى عروة، أبوه أوصى بأن ابنه يمكث عند عروة ويعيش مع عروة ويخدم عروة ويتعلم من عروة، فاستفاد من عروة فأصبح عالما، فأصبح عالما، فهو يخدم عروة وفي نفس الوقت يتعلم من عروة. وحقيقة يا ليتنا نستطيع، وأن يتقبل العلماء منا أن نهديهم واحد من أولادنا، خذ فيبقى عند هذا العالم ويخدمه ويتعلم منه وما شابه، فهذا خير له. من يذكر لنا لطيفة من لطائف هذا الإسناد؟ حقيقة الذهبي عد أبا الأسود من صغار التابعين كما في سير أعلام النبلاء، والسبب طبعا ما في نص صريح، لكن بناء على الاجتهاد أن أباه من صغار الصحابة، وبما أن أباه من صغار الصحابة إذن لقي أباه، فجده صحابي رضي الله عنه، وأبوه من صغار الصحابة، فبالتالي تلقائيا هو لقي أباه، وبالتالي من صغار التابعين، لكن لم يروى عنه. فإذا بناء على كلام الذهبي فيه رواية التابعي عن التابعي، ما هو الشاهد الذي من أجله ساق الإمام البخاري هذا الحديث؟ ما هو الشاهد؟ تفضل. نعم، من قتل دون ماله. طبعا رواية أبي داود
رقم 71,704,000 فيها من أريد ماله بغير حق. هاي الرواية توضيحية، مع أنه أصلا فقه الحديث ذكرنا أنه لابد أن يموت مظلوما وظلما، لكن رواية أبي داود توضح الأمر أكثر. من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. إذن الإمام البخاري ماذا يريد من هذا التبويب؟ ماذا يريد من هذا التبويب؟ فهمنا معنى التبويب وفهمنا معنى الحديث وفقه الحديث، لكن ماذا يريد من هذا التبويب ومن هذا ضمن كتاب المظالم؟ أنك إذا قتلت أحدا هذا لا يعتبر من المظالم إذا كان هذا جائز بالضبط. نعم، أن هذا ليس من الظلم أن تقتل من أتاك يريد أخذ مالك، فهذا ليس من الاعتداء على حقوق العباد ولا حقوق الناس وليس من الظلم. من الفوائد والأحكام، قال ابن المنذر: والذي عليه عوام أهل العلم أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله وأهله إذا أريد ظلما، إذا أريد ظلما. إذن ليس المال عن النفس والأهل والمال، ما دام أنت تدافع فأنت شهيد. طبعا يستثنى من ذلك، هناك استثناءات بعدم القتال. ما هو الاستثناء في عدم قتال من يريد أن يوقع عليك الظلم؟ إذا كان السارق مثلا مدبر غير المدبر. نعم، السلطان ولي أمرك، فإذا اعتدى عليك ولي أمرك فهذه مفسدة صغرى، ولا شك أنك ظلمت، ولكن إذا قاومته وجندت عشيرتك وجندت أولادك وأهلك فسوف يترتب على ذلك مفسدة أكبر وأعظم. لك أن تهرب أهرب توارى، لكن أن تنصب نفسك لقتاله والخروج عليه فهذا ليس من مذهب أهل السنة، وبالتالي عليك أن تصبر وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. وحقيقة لذا قال ابن بطال: يستثنى من ذلك السلطان لا يفعل، أي لا يقاتل، للآثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصبر على ما يكون منه من الجور والظلم. طبعا حقيقة ابن أبي عاصم ذكر في كتاب السنة في الجزء الثاني صفحة 699 الأحاديث والآثار الكثيرة، وبوب عليه بقوله: باب في ذكر السمع والطاعة. وروى هذه الأحاديث بالإسناد من طريقه، فهو مصدر أصلي. وكتاب السنة لابن أبي عاصم طبعا حققه شيخنا الألباني، ثم جاء الشيخ باسم الجوابرة وحققه بالاعتماد على أصول خطية وبعرض أكثر. فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسمع وأطع في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. طبعا وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك، طبعا لما الشرع يرشد إلى الصبر على ولي الأمر حتى لو أوقع عليك الظلم فلا تخرج عليه، لأنك بذلك تدفع المفسدة الكبرى بتحمل المفسدة الصغرى.
المفسدة الصغرى الظلم الذي وقع عليك أيها الفرد، ولكن المفسدة الكبرى وهي الخروج على الحكام. وإذا حصل الخروج على الحكام ترتب على ذلك مفسدة كبرى تتمثل في أشياء. واحد سفك الدماء العام، فبدل أن يكون ظلم وقع على 100 فيصبح الظلم والدماء بالألوف وبعشرات الألوف. 2 انتهاك الأعراض، تصبح ترى عرضك من زوجتك وبناتك لا تستطيع أن تحفظهن، فتقول يا ليتني قطعت ولا أن رأيت عرضي ينتهك. 3 ضياع الأمن والأمان، وبالتالي لا صغير يأمن ولا كبير يرتاح، فتتعطل المساجد وحلق العلم والأعمال، وبذلك أيضا يضيع المال. فبسبب الفتن التي عصفت بالمسلمين كبار التجار أصبح يعيش على الصدقات، بسبب الفتن الذي أضاعت ماله. فيا جماعة، الشرع عندما أرشد إلى الصبر أرشدك لدفع المفسدة الكبرى بتحمل المفسدة الصغرى. قال رواية أخرى، طبعا روايات ذكر عن عبادة بن الصابت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك وألا تنازع الأمر أهله. طبعا أنا أمركم بخمس روايات: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. يعني ماذا سنقرأ؟ سوف نقرأ الشيء الكثير: الأمر بالصبر، والنصح سرا، من وجد من أميره شيئا فلينصحه سرا فليخلو به، وعلي متى استطعت أن تخلو بأميرك بحاكمك سرا فانصحه ولا تبدي لذلك علانية. العلانية من أسباب ماذا؟ ردة فعل بتصبح مكابرة. اسمع واطع وان صليت وراء أسود، من فارق الجماعة فقد خلق. اسمع واطع لمن كان عليك، إن السامع روايات بالعشرات، يعني روايات بالعشرات من أراد أن يقرأ. وكتب طبعا الأستاذ عبد السلام برجس كتابا سماه معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة رحمه الله، وقد مات قديما بهذا السير، وكان تقريبا قد وصل إلى سن 40، ولكن نتاجه كان كثيرا ومتقنا ونافعا، فمن ذلك هذا الكتاب. طيب ننتقل الآن إلى تبويب جديد من تبويبات البخاري. نعم. باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره. نعم، الآن سوف ننتقل إلى مبحث يصادفنا في كل يوم سواء معنا أو مع غيرنا، وهو ماذا؟ نعم، إلحاق الضرر في ممتلكات الغير. إلحاق الضرر في ممتلكات الغير، وأمثلته في واقعنا كثيرة جدا. مثل واحد، أشهر مثال واحد، حوادث السير يوميا، إما أن تضرب سيارة أو سيارة تضربك أو تميل عليك أو تمسك. فهل هذا لي أن آخذ تعويضا؟
طبعا عند عامة الناس انا ما باخذ عوض، العوض حرام، هذا كلام فارغ لا وزن له. لك ان تأخذ بمقدار ضررك ولا تتجاوز، لانك اذا تجاوزت الحقت الظلم بغيرك. فهذا ما يريده الامام البخاري، ان من اعتدى او كسر او اتلف لك شيئا تملكه فلك ان تأخذ بدلا منه عوضا، حتى لو كان هذا الفعل منه من غير قصد. فإذا ماذا يصبح معنى هذا التبويب؟ تفضل. هذا باب البيان، حال من إذا كسر مصحفا أو شيئا لغيره فهل يضمن بالمثل أو بالغير؟ نعم، هذا باب في بيان أن من كسر قصعة أو شيئا لغيره فإنه يضمن، فإنه يضمن. وما في زعل يا جماعة، الحمد لله، لابد أن نتفاهم، لكن فاتقوا الله ما استطعتم. هاي حقوق عباد، هذه حقوق عباد، ما دام تعديت على حقوق غيرك سواء بقصد او بغير قصد فلا بد ماذا؟ ان تعوضه. يا اخي كما قال احدهم، انا عندي يعني مزروعات في يعني دلو بلاستيك او ما شابه، يعني اللي احنا بنسميه قواوير زريعة في بلادنا، فاذا به وهو في الطابق العلوي يسقط على جاره في الطابق الارضي الذي جعل الكرميد، فاتلف الكرميد وكسر فهل يا هذا الطابق الارضي نقول لهم لا نتعرف عليك وفي نفس الوقت العوض حرام؟ لا، الجواب أننا ننزل إليه ونقول له هذا حدث خطأ ومن غير قصد، ولك منا ما تريد، ولك منا ما تريد. ها الآن ردت فعله، قال لك سامحتك، خلاص انتهى الأمر. الحالة الثانية قال لا أرجعه كما كان، فلا بد أن ترجعه كما كان. فإن كنت لا تقدر بسبب الكلفة العالية فقل له لا أستطيع، ولكن أستطيع أن أساهم، أستطيع أن أستقرض، انتظر علي قليلا. لا بد أن تجبر خاطره، هذا شيء مهم. وكذلك فيما يتعلق بالسيارات، فإذا سامحك فلك ماذا؟ أن تذهب. لا يسامحك لابد أن ترضيه، لابد أن ترضيه. إذن لنتنبه إلى هذه الأشياء المهمة إخواني في الله حتى ننتفع بها. طيب نسمع حديث الباب. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسوعة. أها. وقال ابن أبي مريم، قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثنا حميد، حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حاجة الإمام البخاري إلى هذا المعلق؟ ما حاجة الإمام البخاري إلى هذا المعلق في الأخير؟ تصريح حميد بالتحديث عن أنس. نعم، حميد مدلس من الطبقة الثالثة، لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالتحديث. فأتى الآن الإمام البخاري بطريق آخر، وإن كان معلقا، مع أنه ابن أبي مريم أيضا ماذا؟ من شيوخ البخاري، لكن ربما سمع معه منه من غير مجلس التحديث، لكن فيها التصريح بالسماع والتحديث، ففيها التصريح بسماع حميد من أنس، فقال حدثنا، فانتهت شبهة التدليس تماما، انتهت شبهة التدليس
تماما. من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ تفضل. مسدد بن مسرد بن مسبل بن مستورد الأسدي البصري أبو الحسن ثقة حافظ يقال أنه أول من صنف المسند بالبصرة ومات سنة 28 ومئتين. نعم، إذا نقول صاحب المسند أحسن من هذه العبارة. نعم. أبو عبيدة البصري. نعم. ثقة المدلس وعابه مات سنة 42 ومئة وهو قائم يصلي وله 75 سنة. انظروا علامة حسم خاتمة، مات وهو قائم يصلي، هذه بإذن الله علامة حسن خاتمة. وماذا يعين بإذن الله تعالى على حسن الخاتمة؟ ماذا يعين بإذن الله على حسن الخاتمة؟ نعم، أن تكثر وتستمر على عمل الخير، فبالتالي ستموت وأنت تعمل الخير. اسأل نفسك ما هي الخاتمة التي تحب أن تلقى الله بها؟ أكثر منها. حاب تموت وأنت معتمر؟ اطلع أكثر من العمرات. حاب تموت وأنت تدرس؟ علم الناس. حاب تموت وانت في حلق العلم؟ اكثر من حلق العلم. حاب تموت وانت في الحج؟ اكثر من الحج. ماذا تحب؟ فكيف اذا انت تتنوع من خير الى خير، فمرة في درس، ومرة في عمرة، ومرة في حج، ومرة في صدقات، ومرة في زكاة، ومرة في اصلاح بين الناس. دائما عمر اوقاتك بالعمل الصالح، فهذه مظنة ان تحصل ماذا؟ حسن الخاتمة. طيب أنس. أنس بن مالك بن نضر الأنصاري البصري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين مشهور. لقبه مات سنة 2 قبل وقيل 3 لا نحتاج إلى قيل. مات سنة 92. نعم، وقد جاوز 100. من يذكر لنا لطيفا من لطائف هذا الإسناد؟ 1 اسناده رباعي. 2 شيخ البخاري من افراده على مسلم. 3 اسناده بصريون. طبعا هذا الحديث يتكلم عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعند الكلام عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم لابد من الانتباه الى شيء مهم، وهو ان هذا البيت المثالي، وبالتالي بيوتنا مهما تقدمنا سوف تكون اقل. فهذا الحديث خطاب اولا لمن يريد ان يدخل في موضوع تعدد الزوجات، لابد ان يفهم انه مهما دبر الأمور بإذن الله فلن يستطيع أن يقضي على الغيرة التي بين النساء. مش ممكن، مهما حاولت سوف تبقى الغيرة موجودة، ولكن الغيرة عند النساء درجات. فهناك الغيرة القاتلة التي تتعدى فيها المرأة على شرع الله وعلى أمر الله وتعصي الله، كما فعلت تلك المرأة في عرس زوجها عندما حرقت الخيمة وسببت وفيات ونفذ فيها حكم الإعدام في إحدى الدول الإسلامية المجاورة. زوجها رايح حرقت في مين؟ في الناس الخيمة، وسببت وفيات وقتلى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه غيرة محرمة تعدت فيها على شرع الله وعلى عباد الله وقتلت الأبرياء وأعدمت. الحالة الثانية غيرة
ولكنها ضبطت بشرع الله، في داخلها هي حزينة، هي غضبة، لكن الحل عند هذه المرأة سهل، أن تجعل هذه الغيرة بمثابة البنزين للسيارة لكي تتنافس على زوجها، فإذا بها تحصل بين أمرين: أولا فرغت الغيرة، اثنين كسبت أجرا أنها تنافست مع أختها، نقول مع أختها على زوجها، وبالتالي حصلت الأجر. فمن كانت من يعني أي رجل تزوج على امرأته فلا بد أن يفهم أن الغيرة سوف تلاحقه إلى بيته، ومن صورة هذه الغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، كان عند من؟ عائشة. كيف عرفت؟ نعم، فهو كان عند عائشة أم المؤمنين، ومع ذلك فإحدى نسائه أرسلت له طعاما. طب يعني أنت أرسلت طعام، طب هو جالس مع زوجته وهذا الجلسة جلسة يعني مودة وحب وراحة وطمأنينة والطعام موجود، فإذا بها ترسل طعاما، فغارت أمكم عائشة فكسرت القصعة التي فيها الطعام، غارت أمكم، يعني أمنا عائشة تغار، وكيف لا تغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يا من تريد تعدد الزوجات لا بد لك من الحكمة في التعامل مع النساء في موضوع الغيرة، لا تضرب ولا تقبح ولا تجلد ولا ولا، مجرد حسن إدارة. غارت أمكم، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جمع الطعام من القصعة المكسورة وقدمه وانتفع به، وأما القصعة المكسورة فأرسل بدلا منها قصعة من بيت من؟ عائشة أم المؤمنين. فهذا ما يريده الإمام البخاري، وهو ماذا؟ وهو التعويض، التعويض. نحن نتكلم عن العوض، فهل بسبب كسر عائشة اللهم ارضى عنها هذه القصعة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته الأخرى: ما إليك عوض؟ لا، أرسل لها ماذا؟ قصعة بدلا من المكسورة، وفي نفس الوقت لم يرمي هذا الطعام، انتفع به عليه الصلاة والسلام وأطعم جلساءه. فيا من تقول أريد تعدد الزوجات، لابد أن ترزق بفضل الله ماذا؟ الحكمة وحسن الإدارة. لذا إذا أردنا أن نقول من الذي يصلح لتعدد الزوجات، هو الذي صلح في بيته الأول، فبالتالي يكافأ بأن يفتح بيتا ثانيا. أما ما نرى عند العوام: والله لا أتجوز عليك وأوريك، لا، هذا زواج تعدد صار انتقام، مش هيك. الزواج الثاني هو في حق من نجح مع الزوجة الأولى. الذي يفتح محل تجاري متى يفتح المحل الآخر؟ عندما ينجح في المحل الأول. الذي عنده تاكسي أجرة متى يأتي بتاكسي آخر؟ عندما ينجح التاكسي الأول. الذي يفتح فرع، شركة، مؤسسة، متى يفتح الفرع الثاني والشركة الثانية؟ عندما تنجح الأولى. إذن يا من تريد تعدد الزوجات، نقول لك لا بد قبل أن تفكر بتعدد الزوجات أن تكون ناجحا إيش؟ في البيت الأول.
أما نراك يعني في الصباح متبهدل وفي المساء ماكل قتلة وعند النوم نايم وضعك صعب، فعندها حياتك راح تكون في تعدد الزوجات ايش؟ صعبة، لأن الصبح بتوكل قتلة والمساء ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم هذه يعني طرفة، لكن الشاهد ما ذكرت لكم. طيب إذا فهمنا الحديث وفهمنا الشاهد وفهمنا المعلق، ننتقل إلى التبويب التالي. نحن مستعجلين لأنه أدركنا هذا آخر حديث في كتاب المظالم. نسمع. باب إذا هدم حائطا فليبني مثله. نعم نفس المبدأ، نفس المبدأ، من بنى حائطا فجاء شخص فهدمه، من بنى ميتا بيتا فجاء أحد فهدم بيته بالخطأ بالعمد، فأنت مطالب بماذا؟ بتعويضي. والمسألة الإمام البخاري أتى بقصة عن الأمم السابقة من باب الاستشعار والاستئناس وليس من باب الدليل والبرهان. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، لكن قصة صاحب جريج وهو الولد وقصة جريج العابد، جريج العابد الذي اعتزل الناس وكان يتعبد الله جل في علاين في صومعته، كان يتعبد ربنا جل في علاين في صومعته، ومع ذلك الناس لم يتركوه في حاله. ولا بد أن تفهم أيها المسلم الحريص على دينك أنك مهما فعلت فلا بد أن تتعرض للأذى، وقد تتعرض للأذى من القريب، ومن أكبر أسباب أنك سوف تتعرض للأذى هو الحسد. أحسنت. فكم من إنسان يحسد لأنه يصلي الصلوات الخمس في المسجد. بعض الناس بزعل، أنت إيه بصلي الصلوات الخمس في المسجد؟ يا رجل خاف ربك. إيه وهل خاف ربنا صلي الصلوات الخمس في المسجد؟ يا رجل شو أنت شاب صغير؟ أنت شو باقي زاني ولا سارق ولا قاتل؟ عليش رايح جاي على الجامع؟ هذه كلمة سمعناها، بل أستغفر الله قيلت لنا عندما كنا يعني في سن الشباب وفي سن يعني بداية العشرين أو قبل ذلك، رايح جاي على الجامع ليه؟ وهكذا. فبالتالي هناك حسد، حسد. بعض الناس عندما علم أني ألفت كتابا يكاد يكون مرض. زين انت تألف كتاب واحنا ما نألفش؟ شو سبت تألف؟ انا قايل لك ما تألفش. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شو صاير عندك تلاميذ واحنا ما عندناش تلاميذ؟ لا حول ولا قوة. شو مالك؟ بعض الناس يغضب اذا علم انك تطيع رب العالمين، يريدك مثله ماذا؟ هاملا، هاملا. هذا فضل الله. وين رايح الحج؟ ثم انت السنه الماضيه حجيت يا رجل. يا رجل والله انكم فعلا انكم ايه زعلان. وين رايح على العمره يا رجل؟ كم مره صرت رايح على العمره؟ شايفك السنه رايح مرتين ثلاث، عليش؟ وهكذا ما زلنا نسمع هذا الكلام لغاية الآن. حسد، مع أننا مقصرون ونستغفر الله من تقصيرنا ومذنبون، فبدل أن يشجعوك فإذا بهم يثبطوك. فهذا ما حدث مع جريج العابد، يعبد ربنا في صومعته ويعتزل الناس، فإذا بأهل بلده يحسدونه على ما هو من عبادة. فجاءت أمه ونادت عليه يا جريج، وكان في الصلاة، فقال يا رب صلاتي أم أمي؟ فاستمر في الصلاة. والراجح في شرعنا أن أمك إذا نادتك أو أبوك إذا ناداك وأنت تصلي
صلاة نافلة ويريد منك العجلة، ها قيدين، ويريد منك العجلة اخرج من الصلاة. يعني ابوك قاعد موكل بده شربة مي، يا فلان هاتني شربة مي، وانت ايش بتصلي في سنة الظهر البعدية، فتقول لا عبين ما بده يشرب ابوك، يريد ان يشرب، اقطع صلاتك واذهب ايته بالماء ليشرب، ثم عد وصلي ركعتين. شوف لوين، هذا على الراجح. وكذلك في صور كثيرة، ابوك يحتاج الى مساعدة، يا فلان ناولني بدي اصلي السنة، ما فيش. فكيف بمن جالس على الخلوي وابوه يناديه وهو لا يرد، او امه تناديه وهو لا يرد، والسبب الخلوي. اذا كان في الصلاة النافلة اخرج منها، فكيف قاعدني بتقول لي على الفيس زفت وعلى الفيس تيس وعلى الواتس قلعات، ولا حول ولا قوة الا بالله. فبالتالي استمر في صلاته فدعت عليه امه. انظر الى دعوة الام كيف هي شديدة، انظر ماذا قالت، قالت اللهم لا تمت حتى يرى وجوه المومسات. عارفين شو معنى هاي لأهل الديانة؟ أهل الديانة أكثر شيء بزعلهم إيش؟ رؤية الفسقة ورؤية الفجرة، بتضايق. شو أنت كافر؟ آه والله أنا بعبد النار. بتضايق المسلم صاحب الدين، والله ما بحب أشوفك، خلاص روح روح روح، مش قاعد مش طايق. إيه 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 شو أنا كورونا؟ يا زلمة أنت أشد من الكورونا، مش طايق أشوفك. فواحد بقول لي يا شيخ شو رأيك، هذا قبل أحداث غزة، شو رأيك تنزل على فلسطين وتروح على المسجد الأقصى؟ قلت له ما بتحمل. قال شو ما بتتحمل؟ قلت له ما بتحمل أشوف يهود وأتعامل مع يهود وأوقف على الدور عند اليهود وببتسم في وجهك ها في العمدن عشان اشوفك بتبتسم ولا لا. ما بقدر ابتسم في وجه يهودي يقتل المسلمين وطرد المسلمين من ديارهم وشردهم وذبحهم وسجنهم، لا استطيع اضحك في وجه يهودي، لا استطيع. ما بدي نزل على المسجد الاقصى حتى ما اقابل يهودي ولا اشوف يهودي ولا أسلم على يهودي ولا أبتسم في وجه يهودي. فهذا اللي بفهم هذا الحديث صار يفهم الجواب، إنه من عقوبة إذا بدك تعاقب أهل الديانة عاقبه بإيش؟ برؤية الفسقة. لذا دخول جهنم عذاب، لكن من العذاب الآخر في دخول جهنم أن تلتقي في مين؟ في الكفرة. في الكفرة اتصور حالك قاعد في النار لا قدر الله، الله عافينا وإياكم، وفرعون جنبك قول لها هامان شو يا رجل، والله انه عذاب آخر، وابو لهب وأعداء الدين وهم في الجنة مع الصحابة والأنبياء. نوح يا جماعة احنا بدنا الجنة نتنعم، ومن اكبر اسباب نعيم الجنة رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، مجالسة الرسول صلى الله عليه وسلم، مجالسة الانبياء، مجالسة الصحابة والتابعين، مجالسة العلماء. والله انا بالنسبة لي ما عم بتحكوا عني مجنونة، عندي مجالسة العلماء والانبياء من اعظم نعيم الجنة. لا تقول لي نسوان، مع انه النفس بدها نسوان، انا بقول لك بديش نسوان، بس الاعظم ايش؟ مجالسة العلماء، مجالسة الانبياء، والاعظم ان نرى الله، ان نرى الله. اشتقنا لذلك، لرؤية الله جل في علاه.
رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، رؤية الصحابة، رؤية العلماء، رؤية الصالحين، هذا ما نريده من الجنة، بالإضافة إلى كرم الله بما سيعطينا، يحل علينا رضوانه وينعمنا بالطعام والنساء وسلامة الصدور. فإذا هذا هي عقاب جريج العابد، أن أمه دعت عليه أن يرى وجوه المومسات، يرى زانية، فتآمر الناس عليه لكي يوقعوه في الزنا، فأتوا بهذه المومس الجميلة الحسناء التي توقع الرجال بالحرام، ولكن هيهات هيهات على أهل الديانة، لا مومس ولا مئة مومس تؤثر بأهل الديانة. فذهبت إليه وتكشفت وتعرضت فرفضها، ولكن كيف ترجع إلى قومها تقول لهم أنا فشلت؟ فرأت في الطريق راعي غنم، حركتين ولا هو زاني، هذا ما هو عنده عبادة ولا هذا، ما حدا بيقف أمام هذا إلا حركتين، قال شو تعالي. فعصى الله جل في علاه فزنى، فحملت فنزلت، فقالت زنى بي العابد جريج، وظليت عنده لحديت محبلت كمان. الافتراء على أهل الديانة مستمر، والفخاخ لأهل الديانة مستمر. فذهبوا من غير تثبت، وهذا هو التعامل مع العامة الدهماء، أنهم لا يتثبتون. فأولا هدموا صومعته، ثم أرادوا عقابه، فقال لهم دعوني أصلي ركعتين، أتوضأ وأتوجه إلى الله، ما في فرج إلا من مين؟ من ربنا. شو بدي أحكي لكم أزنيت؟ إيش راح تقولوا لي كذاب؟ طب عمركم جربتوا علي؟ عمره سرقت حدا من بناتكم؟ عمري تعرضت لحدا؟ لا أنت زنيت، لأنهم عندهم حسد لهذا العابد، فما صدقوا. فعندها صلى ركعتين، وكانت هذه الزانية قد ولدت، فقال له من أبوك؟ فقال أبي الراعي. نطق وهو لا يتكلم، أنطقه الله، قال أبي الراعي. فقالوا له نبني صومعتك من ذهب، لأنك أنت أبيض خالص. قال لا، ولكن أعيدوها كما كانت. إذن هذا الشاهد، هدم فبنوا بدلا منها، وهذا ما أراده الإمام البخاري. اضطررنا أن نعرض القصة حتى لأن الوقت أدركنا، فحتى لم نعرف بأسانيد ولطائف الإسناد السابق. طيب، من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ تفضل. نعم، من يذكر لنا لطيفة ولا طول الإسناد؟ واحد إسناده رباعي صحيح، اثنين إسناده بصريون. نسمع الحديث ولنرى الشاهد الذي من خلاله ساق الإمام البخاري هذا الحديث. نسمع. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا جرير بن حازم،
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج يصلي، فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها، فقال: أجيبها أو أصلي. ثم أتته فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه المومسات. وكان جريج في صومعته، فقالت امرأة: لأفتتنن جريجا. فتعرضت له فكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فقالت: هو من جريج. فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى. ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي. قالوا: نبني صومعتك، قالوا: نبني صومعتك من ذهب؟ قال: لا، إلا من طين. لا إلا من طين. هكذا أهل الديانة والاستقامة يريدون مكانا لعبادة الله، ولا يفكرون لا بذهب ولا بلؤلؤ، وإنما يريدون مكانا يعبدون الله فيه. وأمر آخر كما ذكر عن أحدهم، عن أحد أسرى المسلمين، أنه عندما أسر فقال أعداء الدين لنرده عن دينه بفتنة النساء، فاختاروا أجمل امرأة في زمانها وفي بلادهم، وقالوا: هذه هي الفاتنة، لا يصبر أحد أمامها أبدا، فأدخلوها عليه تفتنه وترده عن دينه. فدخلت عارية وتزينت وتكشفت وتهيأت لكل أسباب الفاحشة، فخرجت من عنده وهي تقول: والله لا أدري أدخلتموني على بشر أم على حجر. الدين متى استقر في القلب لا تؤثر به الفتن بإذن الله، لا من قريب ولا من بعيد، لأن القلب معلق بالله جل في علاه. بهذا نكون والحمد لله قد أنهينا كتاب المظالم. سنبدأ بإذن الله تعالى في درسنا القادم مع كتاب الشركة أو الشركات، والله الهادي والموفق، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عنده سؤال أو استفسار نستمع، نسمع من أخينا، تفضل. نعم، أخونا يسأل عن مسألة وهو التنفل في وقت العمل. التنفل في وقت العمل إخواني في الله هو الذي يحدد لك تتنفل أم لا صاحب العمل، فلا بد أن تستشيره وأن تستأذنه في قراءة كتاب أو تنفل أو أي شيء لا صلة له بالعمل، لأنك تأخذ أجرا وراتبا على هذا الوقت الذي تقضيه في العمل، وبالتالي هو صاحب القرار بالنسبة لك. وشيخنا الألباني رحمة الله عليه عندما رأى أحد الإخوة يعمل عنده يصلي الضحى، قال: ماذا تفعل؟ قال: أريد أن أصلي الضحى. قال: لا تفعل. فعندما جلس قال: يا شيخ، نحن أصحاب سنة ولا نصلي الضحى. قال: هذا وقتك لي، لأني أعطيك أجرك. فعندما فهم قال: قم صلي الآن ركعتين الضحى، قم. فأراد الشيخ أن يعلمه وأن يفهمه أن التنفل ليس لك أن تفعله إلا بإذن صاحب العمل، أما بما يتعلق بالفرائض فلا استئذان لصاحب العمل. الآن الإذن نوعان، في إذن صريح إنه يا أخي
لابد أن تأخذ منه شيئا صريحا يسمح لك بالتنفل. والإذن الثاني إذن ضمني، يعني أنت بتعرف أنه صاحب العمل وأنت قائم بعملك ولا يوجد عندك شيء تعمله لأنك أنهيت عملك، لو رآك لا ينكر عليك ولا يغضب ولا يرفض، فعند هذا يسمى إذن ضمني، لا أحتاج في كل مرة أريد أن أقرأ قرآن أن أستأذن صاحب العمل، أو مثلا أريد أن أصلي الضحى أو أتنفل نفل مطلق أن أستأذن صاحب العمل. الحالة الثانية لا، إذا رأني صاحب العمل قل يا شيخ هسا مش وقت تنفل ولا وقت قراءة القرآن، معناته لا أفعل إلا إذا استأذنته. فإذا تميز بين حالتين، بين إذن ضمني وبين إذن تصريحي، وهذا يختلف من شخص إلى آخر ومن مكان إلى آخر. نعم غيره تفضل. بالنسبة للترميم شخص صار مع حادث وأخذ بزيادة من الترميم، أخذ بزيادة خاصة عامدا، في إشكالية في ذلك؟ نعم إخواني في الله، أخونا يسأل عن تأمين السيارات مثلا وما شابه، وحدث معه هذا الشخص حادث وكان الحق له، فالتأمين سيعطيه بدل هذا الحادث لكي يعني يصلح سيارته، وكان الأمر أنه أخذ أكثر سواء هو فاصلهم أم هم أعطوه أكثر، فهل يأخذ؟ أولا إخواني في الله يأخذ، يأخذ ولا حرج عليه لا من قريب ولا من بعيد، وهذا الزائد لابد أن يعتبره بدل الشيء الذي دفعه له لهم سابقا، ويعتبر بدل الحوادث إذا كانت الحق عليه يخصم. فمثلا شخص السيارة تكلف مع نزول سعرها كل ذلك فقط 500، فإذا بهم يعطونه 700، فال200 هي له يأخذها، ماذا يعتبرها؟ يقول أنا دفعت في السنوات السابقة كل سنة بدفع تأمين مقدار 40-50 دينار 70-80 حسب نوع السيارة، يعني أنا زي باصي بدفع 170، فبالتالي وما شابه أو قريب من ذلك، فبالتالي هو إيش يحسب؟ بمقدار ما دفع في السنوات السابقة، فيقول إذن 200 هاي بدل اللي أخذوه مني بدل السنوات السابقة، ما لم يكن هو عمل حادث والحق عليه ودفعوا عنه، فوقتيته بده يخصم شو اللي إيش اللي هم دفعوه عنه. في النهاية إيش بطلع عندك مبلغ؟ إذا زاد عن اللي أنت دافعه في السنوات السابقة فعندها تجعله على جنب بحيث تجعله يدفع للتأمينات القادمة. مسألة دقيقة تحتاج إلى انتباه حتى لا نقع في المحذور. تفضل. في المقابل يعني أنت إذا رفعت السعر اللي أخذته من التأمين راح يرفع المخالفة على الطرف الآخر. لا المخالفة ثابتة. التأمين المبلغ يضيفونه على التأمين لما يروح يرخص صاحب الحادث يقولوا له عليك حادث ودفعنا كذا فبيدفع نسبة يعني من المبلغ. التأمين أنا تأنه صار معي حادث، أنا بعرف هذا الشيء عملي، تأنه صار معي حادث سير وطلع الحق علي، فمباشرة واحد دفعوني سموه كروكا ودفعت 46 دينار ودفعت مخالفة وعند الترخيص دفعوني التأمين زائد نص آخر. احنا طبعا تأميننا عالي لانه شحن، فتأميني انا 170 فدفعوني كمان 85 دينار زيادة وعلي، فانتبه انه انت بالمفاصلة اللي انت بتاخذه بدل تصليح وليس انهم بيزيدوا على الطرف ايش الاخر. هذا حكينا اثناء هذا ذكرنا هذا انه في نقصان من القيمة. تفضل. عندي سؤالين نفس الموضوع.
لا ما هو نفس الموضوع صار درس عن التأمين هيك. لا مش تأمين شيخ، مش الموضوع، الموضوع شهيد. تفضل سؤال واحد. هل يصح القياس على الذي قتل في سبيل الله على المظلوم شهيد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم دون ماله. القياس ايش على ايش؟ على الشهيد الذي يقاتل في سبيل الله. شو بدك تقيس على الشهيد الذي يقاتل في سبيل الله؟ ايش بدك تقيس ايش على ايش؟ مش فاهم. هل هو شهيد دنيا ام شهيد دنيا واخره؟ شو دخل القياس في الموضوع؟ يا رجل انت بتحكي عن المقتول في سبيل الله، وين القياس في الموضوع؟ ما فيش اشي اسمه قياس. عارف شو معنى القياس؟ الحاق فرع باصل لاشتراكهما في العلة. فيش هون فروع ولا اصول، هذا مبحث لحال وهذا مبحث لحال. فالذي يقتل في سبيل الله هذا اصل قائم بنفسه، وهو ايش؟ مقبل غير مدبر، ينوي ان يرفع راية لا اله الا الله، فهذا شهيد. لكن نحن في الحياة الدنيا لا نحكم عليه انه من الشهداء، لان الشهادة امر غيبي، فنقول نسأل الله ان يتقبله شهيدا، نسأل الله ان يتقبله شهيدا. ولذا بوب البخاري باب لا يقال فلان شهيد. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.